شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة بعنوان الاهتمام بالقضية المهدوية. ونتحدث بإذن الله تعالى حول هذا الموضوع ضمن مبحثين. المبحث الأول عوامل الاهتمام بالقضية المهدوية، والمبحث الثاني كيفية الاهتمام بهذه القضية. أما حول المبحث الأول وهو ضرورة الاهتمام أو عوامل الاهتمام بالقضية المهدوية، هنالك مجموعة من العوامل تفرض هذا الاهتمام، ونذكر من هذه العوامل ثلاثة. العامل الأول إن قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه تمثل الحلقة الأخيرة من سلسلة حلقات الإيمان. الحلقة الأخيرة تارة تكون في واجب يصطلح عليه العلماء بالواجب غير الارتباط، في هذه الحالة الحلقة الأخيرة
قيمتها تتساوى مع بقية الحلقات، لا فرق بين الحلقة الأولى والحلقة الوسطى والحلقة الأخيرة. إذا مثلا أنتم كنتم مديونين لأحد ب10 دراهم، هذا الوجوب يعني أد الدين ينحل في الواقع إلى 10 وجوبات مثلاً، وكل وجوب من هذه الوجوبات له طاعة مستقلة وله عصيان مستقل. إذا أنت أديت 9 دراهم امتثلتم 9 وجوبات مثلا، وبقي هنالك الدرهم الأخير، الامتثالات المتقدمة تحققت، سواء أديتم الدرهم الأخير أو لم تعدوه. ولكن الحلقة الأخيرة في الواجب الارتباطي تتوقف عليها الحلقات كلها. أنت إذا أخذت الحلقة الأخيرة من الواجب الارتباطي فكأنه لم تكن هنالك حلقة. المثال الواضح لتوضيح هذه الحقيقة وهذه الطبيعة، أنتم عندما تقفون لأداء الفريضة، الفريضة نفرض أنها مركبة من 20 جزءاً، أنتم عندما كبرتوا هذا التكبير صحيح أو لا؟ التكبير جامع لجميع الشرائط، النطق صحيح، المواد صحيحة، الهيئات صحيحة، ولكن هذا التكبير صحيح أو لا مو معلوم. هذه الصحة صحة مراعاة، طبعا مو معلوم عندكم، وإن كان معلوما في علم الله وفي صقع الواقع. هذا التكبير صحيح أو لا مو معلوم. أتيتم بجميع الأبعاض إلى الجزء الأخير، جميع تلك الأبعاض المتقدمة تتوقف صحتها على صحة الجزء الأخير والإتيان بالجزء الأخير. فإذا واحد السلام الأخير ما لكان باطلا، السلام الواجب وهو أحد السلامين الأخيرين على المشهور، كان باطلا بطلانا واقعيا، صلاته كلها تكون باطلة. هذه طبيعة الوجوبات الارتباطية. قضية الإمام المهدي
عجل الله تعالى فرجه تمثل الحلقة الأخيرة في واجب ارتباطي. إذا هذه الحلقة تعرض إليها إلى الإيمان بها الخلل، معناه أن جميع الحلقات المتقدمة كأنها لم تكن. هذا مو عجيب، بعض الأفراد ربما يتعجبون من ذلك وأشباهه. إذا واحد آمن بنبوة جميع الأنبياء، إحنا عدنا على المشهور 124,000 نبي، إذا واحد آمن بجميع هؤلاء الأنبياء إلا النبي الأخير وهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، ما آمن، هل ينفع إيمانه شيئا؟ لا، ما ينفع. الآن إذا واحد جاهل قاصر، ذاك بحث آخر. الجاهل القاصر يمتحن في يوم القيامة، ولكن واحد يقول أنا أقبل كل الأنبياء ولكن ما أقبل النبي الخاتم، كل إيمانه لا يساوي عند الله شيئا. هذه المعادلة بذاتها كما توجد في النبي الخاتم توجد في الوصي الخاتم، كما توجد في خاتم الأنبياء توجد في خاتم الأوصياء. إذا واحد يقول أنا أقبل النبي صلى الله عليه وآله ولكن لا أقبل عليا، إيمانه بالنبي لا يجديه عند الله. إذا واحد يقول أنا أقبل عليا صلوات الله عليه ولكن ما أقبل الإمام المجتبى، إيمانه لا يجدي. إذا واحد يقول أنا أقبل كل الأئمة ولكن ما أقبل الإمام المهدي، إيمانه لا يجدي شيئا. فإذا في الواقع هذه القضية قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، الإيمان بها مساو للإيمان بجميع النبوات وبجميع الأئمة، ورفضها مساوي لرفض جميع النبوات ورفض جميع الأئمة. فإذا في الواقع الاهتمام بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه اهتمام بقضية جميع الأئمة واهتمام بقضية خاتم الأنبياء واهتمام بقضية جميع النبوات الإلهية. هذا هو العامل الأول، أن القضية المهدوية تمثل الحلقة الأخيرة في واجب ارتباطي وهو الإيمان بالأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. هذا العامل الأول. العامل الثاني، الاهتمام بالقضية المهدوية شكل من أشكال شكر المنعم. وفي علم العقائد هنالك بحث
أن شكر المنعم إحدى المستقلات العقلية. المنعم اثنان، الأول ما منه الوجود وهو الله تعالى، والثاني ما به الوجود وهو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. واحد في كل يوم يجلس على مائدة الإمام المهدي. من اقرأ في الجامعة، في زيارة الجامعة وأولياء النعم، فهم أولياء نعمتنا. ماكو في الرواية الشريفة في الكافي الشريف ولولانا ما عبد الله، ماكو في كتاب الاحتجاج في التوقيع الشريف عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه نحن صنايع ربنا والخلق صنائعنا أو صنائع لنا. هذه الجملة تحتاج إلى تفسير وشرح خارج عن هذا المبحث. فإذا إحنا في كل يوم نجلس على مائدة الإمام المهدي بعنوان ما به الوجود، وإن كان الله تعالى هو الذي منه الوجود. بكم تنبت الأشجار، وبكم أينعت الثمار، وبكم جرت الأنهار. هذه العبادة التي صليناها، صلاة المغرب والعشاء، إنما هي ببركة وجود الإمام المهدي. هذا الهواء الذي نستنشقه ببركة وجود الإمام المهدي. هذه النعم الظاهرة والباطنة الله تعالى أفاضها علينا عبر الإمام المهدي. وذات مرة ذكرنا أن القرآن الكريم يدل على أن هنالك فاعلين، ما منه الوجود وما به الوجود، في قوله تعالى فأخرج به من الثمرات، أخرج به. فإذا عندنا ما منه وعندنا ما به. فمن مظاهر شكر المنعم الاهتمام بهذه القضية. طبعا هذه القضية التي ننقلها الآن لعلها نوعا ما أجنبية عن البحث، ولكن كشاهد في العراق قبل 40 عام أو أكثر حدثت هنالك مشكلة. والدين تعرض لبعض المخاطر على يد بعض الحكومات. اجتمع مجموعة من رجال الدين وعلماء الدين أنه ما هي الوظيفة. أحد العلماء الحاضرين قال يجب علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونقف أمام هذه القوانين الباطلة. واحد من الحاضرين قال هذا يعرضنا للخطر، يمكن الحكومة تأخذنا، تعتقلنا، تأذينا. فقال هذا العالم كلام لطيف، قال الدولة، مضمون كلامه، مضمون التقريبي أو التحقيقي، قال الدولة عمر تعطي للشرطي راتب
حتى في أوقات الخطر عندما عدو يهاجم البلد، هذا الشرطي يذهب أو هذا الجندي يذهب ويدافع. إذا هذا الجندي يقول أنا ما أذهب إلى الحدود لأنه خطر، هذه خيانة. هذا الجندي أعد لهذا اليوم، الدولة أنفقت عليه لهذا اليوم. إحنا عشنا عمرا على مائدة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، مائدة جوده النابعة من وجوده. المائدة مو مقصودة المائدة بالمعنى الضيق، يعني كل خير وكل بركة كما ذكرنا. الآن عندما الدين والإمام يتعرض للخطر، إحنا نقول لا، لا نؤدي وظيفتنا لأنه هذا يشكل خطر علينا. هذه خيانة، إحنا أعددنا لهذا اليوم. فالكلام هذا الذي يستنشق الهواء ببركة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، ويعبد الله تعالى ببركة الإمام الحج، وكل خير عنده ببركة الإمام الحج. شكر المنعم، شكر الله تعالى. الله تعالى يقول اشكروا لي. شكر الله تعالى ما منه الوجود، وشكر الإمام المهدي ما به الوجود. الاهتمام بهذه القضية وعدم الغفل عن هذه القضية مظهر من مظاهر هذا الشكر. هذا العامل الثاني. العامل الثالث أن الاهتمام بهذه القضية يوجب التوفيق ويوجب البركة في الحياة. التوفيق قضية مهمة في الحياة. هنالك بعض الأفراد موفقون وهنالك بعض الأفراد مو موفقين. البركة قضية مهمة، الله تعالى يطرح البركة في بعض الأعمال وفي بعض الوجودات، وبعض الأعمال وبعض الوجودات ما فيها بركة. في الآية الكريمة وجعلني مباركا أينما كنت. هذا التوفيق كيف يتحقق؟ هذه البركة كيف تتحقق؟ نحن نعتقد بشكل عام أن العوامل الغيبية لها أثر كبير في التوفيق والبركة. عوامل غيبية. السيد أبو الحسن الإصفهاني رحمة الله تعالى عليه وجود مبارك، قليل النظير هذا الوجود. إذا تراجعون في حياته تجدون عاملاً غيبياً في حياته، وهذا العامل مذكور في الكتب، وهو توسله بأمير المؤمنين صلوات الله عليه حينما جاء الإمام في عالم الرؤيا وأعطاه مفتاح النجف الأشرف في قضية مطولة. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله تعالى عليه مؤسس الحوزة العلمية في قوم أو منميها، هذا عامل غيبي أكو في حياته، وإلا الكثير كانوا من أمثال.
شنو هذا العامل الغيبي؟ لعل هذا العامل الغيبي توسله بسيد الشهداء في قضية معروفة، والمكاشفة التي رأى فيها سيد الشهداء. الشيخ الصدوق وجود مبارك، شنو علة هذه البركة؟ دعاء الإمام الحجة في قضية معروفة. وكان يفتخر بذلك. العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه، وجود مبارك، شنو العلة في ذلك؟ لعل العلة في ذلك دعاء النبي والأئمة والإمام المهدي له. أكو هنالك قضية مذكورة عن أحد العلماء أنه كنت أأتي من كربلاء إلى إصفهان، في الطريق رأيت في عالم الرؤيا أنه هنالك مكان وفيه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت، فجاء والد العلامة المجلسي الشيخ محمد تقي وبيده طفل وقدمه إلى النبي صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا وقال: أدعو الله تعالى أن يكون ولدي هذا مروجا للدين. في عالم الرؤيا النبي صلى الله عليه وآله أخذ ذلك الطفل ودعا له، ثم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه أخذ ذلك الطفل ودعا له، ثم الأئمة صلوات الله عليهم واحدا واحدا أخذوا هذا الطفل ودعوا له إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الإمام أخذ ودعا له ثم أعطاني هذا الطفل وقال: أنت أيضا أدعو له. أنا أخذت من يد الإمام المهدي في عالم الرؤيا ودعوت له. بعديا هذا العالم يأتي إلى إصفهان، لأنه كانت بينه صداقة وبين الشيخ محمد تقي، يذهب إلى بيته، يروح إلى بيته. العلامة المجلسي الأب يأتي إليه إلى هذا العالم ويقدم له طفلا ويقول: ولد لنا في هذا اليوم هذا الطفل، أخذ أدعو له بأن يكون مروجا للدين. يقول عندما قال لي هذه الكلمة أن يكون مروجا للدين اذكرت تلك الرؤيا ونقلت للشيخ محمد تقي الرؤيا ففرح بها، وإلا فرد واحد يقال له الشيخ محمد باقر من أمثال مئات الألوف كانوا، ليش هذا؟ ليش الله تعالى يعطي هذا التوفيق؟ هذه لا يمكن أن تحلل إلا بالعنايات الغيبية. إن تلاحظوا هؤلاء الأفراد الموفقين في الحياة، طبعا أكثر الأشياء لعلها لا تنقل، لأنه أولياء الله تعالى يحاولون أن يكتموا، لأنهم ما يعملون للمجتمع وإنما يعملون لله.
الشيء اللي يظهر شذرات وقطرات، ولكن هذا الذي ظهر واحد شوفه من العلماء الموفقين، لعل أكثرهم هنالك عوامل غيبية في حياته. الشيخ الصدوق ذكرناه، ودعاء الإمام، العلامة المجلسي ذكرناه، وهذه الرؤيا، المجدد الكبير رحمة الله تعالى عليهم جميعا له قضية في سرداب الغيبة، السيد بحر العلوم له قضايا معروفة، الشيخ عبد الكريم ذكرنا قضيته، صاحب الرياض له قضية مع الإمام الحسين صلوات الله عليه مذكورة، وهكذا وهلم جرى. هذه العوامل الثلاثة تفرض علينا الاهتمام بقضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. البحث الثاني ونختصر، ما هي كيفية الاهتمام بالقضية المهدوية؟ نذكر هنالك نقطتين. النقطة الأولى الاهتمام بالثقافة المهدوية، هذه الثقافة، الثقافة المهدوية، هذه ثقافة. هنالك بعض الأفراد عندهم هذه الثقافة، وهنالك بعض الأفراد ما عندهم هذه الثقافة. الاهتمام بالثقافة المهدوية، هذا البند فيه مفردات، من جملة هذه المفردات المطالعة حول الإمام. من مات ولم يعرف إمام زماني، المعرفة حقيقة تشكيكية ذات مراتب، واحد لا يكتفي بالمراتب الدنيا من المعرفة، المعرفة عند الله لها قيمة، حتى في هذه الآية قيمة كبرى، حتى في هذه الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في الروايات ليعرفون، وفي الحديث فخلقت الخلق لكي أعرف، المعرفة لها قيمة مهمة. وفي آية أخرى الله تعالى يقول حول قضية الخلق إلى أن يقول لتعلموا، هذه هي العلة، لتعلموا أنه خلقنا، لماذا خلقنا؟ لتعلم. واحد يطالع يخلي له برنامج للمطالعة، هذه مفردة من المفردة. المفردات في هذا المجال لا تنتهي، المهم هو الاهتمام. من المفردات أنه واحد يأخذ إلى بيته كتب حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، في بيته يكون هنالك مكان لهذه الكتب، هو يطالع، أولاده يطالعون، عائلته يطالعون. الأشرطة اللي تتحدث حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، واحد يأخذها للبيت، ربط البيت بالإمام المهدي وبالثقافة المهدوية، هذه من المفردات.
من المفردات أنه كل ليلة قبل النوم أو في بعض الليالي أو في بعض الأيام تنقلون لأطفالكم قصص الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، هذا يربيهم يشدهم. لعله نقلت لبعض الإخوة أنه أحد الأفراد المطلعين نقل أنه المعاهد العلمية بمختلف أشكالها، ابتدائية، متوسطة، ثانوية، اللي الأستاذ له توجه في قضية الإمام المهدي وينقل هذا التوجه لتلاميذه، التلاميذ في هذه الفصول حتى إذا كانوا في الصف الأول الابتدائي يكونون أكثر أخلاقا وتدينا واستقامة، قطعا هذا مؤثر. حتى الطفل إذا يعرف أن هنالك إماما حيا حاضرا ناظرا يراقبه في كل قضية قطعا يؤثر. من جملة المفردات في هذا البند الأول المكتبات التخصصية حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. السيد محمد كاظم القزويني رحمة الله عليه واحد قال له: شنو فائدة هذه الموسوعة التي تؤلفونها حول الإمام الصادق صلوات الله عليه، 30 مجلد أو 40 مجلد أو أي مقدار، شنو فائدة؟ السيد أجاب بجواب لطيف، قال: أنا يكفيني أنه توضع في المكتبة 40 مجلد موسوعة من 40 مجلد حول الإمام الصادق، كل واحد يجي يشوف أنه كلمات الإمام الصادق في 40 مجلد مثلا، هو هذا يكفيني. طبعا أنا أظن إذا لجنة مقتدرة متمكنة تكتب حول الإمام الصادق صلوات الله عليه يمكن أن تكتب لعله 200 مجلد أو أكثر من ذلك. حتى إذا فرضنا أي واحد ما أجي يطالع ويأتون ويطالعون ويتأثرون، قضية الإمام المهدي صلوات الله عليه لها جاذبية. حتى إذا فرضنا أنه تدخلون في مكتبة وتشوفون 1500 كتاب حول الإمام المهدي، هو هذا يكفي. الشاب عندما يدخل هذه المكتبة ولو كانت هذه المكتبة غرفة واحدة 1500 عنوان حول الإمام، وموجود هذا الرقم أو ما يقارب هذا الرقم، يعني موجود بالفعل، هو هذا يكفي. غرفة الإمام المهدي في أي مكتبة، في أي مسجد، مساجد زاوية الإمام المهدي 100 كتاب 200 كتاب. الاهتمام بالثقافة المهدوية، هذا هو البند الأول. البند الثاني الاهتمام بالشعائر المهدوية. طبعا أكو نوع لعله من التداخل بين البند الأول والبند الثاني، ولكن هنالك أيضا نوع من الاختلاف. هذا البند أيضا يحتوي على مفردات متعددة، من جملة هذه المفردات تشويق دعاء الندبة. أحد الإخوة كان جاي من بعض البلاد كان يقول: إحنا كنا نمر في مكان فشفنا الجماعة قاعدين دايبشون، فظننا أن هذا المكان مأتم لميت، بعدين تبين لنا أن هذا المكان الآن ما أتذكر قال دعاء كوميل لو دعاء الندبة. يقول: عدنا ما كان هالشكل، مجلس يضج بالبكاء. هاي الظاهرة اللي منتشرة في إيران ولله الحمد على أثر جهود الذين حملوا هذه الراية من قبل 60 عام أو أكثر إلى هذا اليوم.
كان يقول إحنا شوية شوية دا نتعلم منه، ما كان تشويق دعاء الندى في البيوت. مؤونة ما في، الأفراد دائما يبحثون عن واقع قائم قبل أن تكون الفكرة واقعا قائمة، ربما تكون ثقيلة، ولكن أنتوا إذا شوقتوا في مكان دعاء الندب، في مكان ثاني، في مكان ثالث، وإذا بهذه القطرات تتحول إلى موج اجتماعي وإلى ظاهرة اجتماعية، والثواب كله يكتب لكم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. تشويق دعاء الندب، واحد يبدأ من بيت إذا يتمك، أو من بيت فرد، حتى إذا لا يحضر إلا فرد واحد هو هذا يكفي. هذا شعار للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. من جملة المفردات في هذا البند إحياء كل ما يرتبط بالإمام المهدي. إذا واحد إجا وقال لكم ولد لي مولود، شنو أسمي ابني؟ قولوا له مثلا سمه مهدي، هذا إحياء لاسم الإمام صلوات الله عليه. وفي إحياء اسمه إحياء لاسم جميع الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله. إذا جاءت فتاة وطلبوا منكم أن تسموا، تنتخبوا لها اسما، إحدى الأسماء المرتبطة بالإمام المهدي مثل نرجس مثلا، أو حكيمة مثلا، أو ما أشبه ذلك. إحياء مدينة سامراء إن شاء الله بعد ما تنتهي هذه المشكلات بإذن الله عن العتبات، عن العراق، عن النجف، عن سامراء، إحياء سامراء كما فعله المجدد الكبير. سامراء كانت مدينة مهجورة فيما نعلم، الذي أحياها المجدد الكبير بقراره العجيب، قراران عجيبان، القرار الأول الهجرة، القرار الثاني الإقامة في سامراء، أي مرجع من مراجع التاريخ لعله لم يتح له هذا العمل. هذان القراران العجيبان أحيا سامر. واحد من رجال الدين قبل فترة كان يقول إحنا نهتم قبل هذه المشاكل اللي حدثت، إحنا نهتم بإحياء بعض معالم سامر، ويقول التبرعات التي جاءتنا فوق ما نريد، فد أرقام خيالية كان ينقل. الناس حاضرين، الناس لأهل البيت صلوات الله عليهم يدفعون كل شيء، حتى يدفعون أرواحهم، لا يدفعون أموالهم للإمام الحسين، للإمام المهدي. إحدى المفردات التي ذكرها لي أحد الشباب، ورأيت أن هذه الفكرة فكرة مبتكرة فيما أعلم في هذا البند الثاني، قال إحنا ذهبنا شاب لا يملك من مال الدنيا شيئا معتدا به، لعله موظف عادي، ولكن يحمل هذه الروح، الروح الفاطمية، الروح المهدوية، الروح الحسينية، اللي أنا أظن أمثال هؤلاء يكونون حجة على بعضنا في يوم القيامة اللي نقول ما نتمكن. جاءني قبل فترة، قبل شهر أو أكثر، قال إحنا غارقين في الديون، كيف نؤدي هذه الديون؟ من جملة أعمال هذا الشاب أو مجموعة من الشباب معه
قال ذهبنا إلى بلد من البلاد ذكره وافتتحنا سوقا خيريا باسم الإمام المهدي. سوق، رحنا إلى الأفراد اللي في ذلك السوق، قلنا في هذا اليوم يوم الجمعة لعله كان، انتو كل شيء تبيعوه بيعوه، لعله قال بنصف القيمة باسم الإمام المهدي، وأعلننا عن إقامة سوق الإمام المهدي بنصف القيمة مثلا. يقول الناس من كل الأطراف انهالوا على ذلك البلد. فقير ما يتمكن يشتري اللحم، اللحم نفرض مثلا دينار، وإذا يباع اللحم بنصف دينار هو يجي يشتري. يقول الناس انهالوا، والصلوات على النبي صلى الله عليه وآله وآله في أجواء ذلك السوق، وحركة عجيب. ونقلت هذا الشيء كما نقل لي في وسائل الإعلام. قال في الأسبوع الثاني بعد ما طين، هذا لمدة أسبوع واحد، واحد من هؤلاء هو أدام هذا العمل في الأسبوع الثاني أيضا، أخذ يبيع بنصف القيمة مثلا. فيقول أنا رحت إليه قلت له أنه منو دفع لك هذا التفاوت فارق القيمة؟ قال ما دفع لي واحد، أنا فعلته للإمام المهدي صلوات الله عليه. وقال هذا من بركة الإمام، لأن أنا كنت مديون، ففي ذاك الأسبوع المتقدم كل ديوني أدي لانهيال الناس على الشراء منه، فقلت هذا الأسبوع أيضا أتابع ما بدأته. الاهتمام بالقضية المهدوية يتجلى في مظهرين ضمن ما يتجلى. المظهر الأول الاهتمام بالثقافة المهدوية، والمظهر الثاني الاهتمام بالشعائر المهدوية. هذه الأشياء مضافاً إلى موضوعيتها في حد ذاتها توجب التوفيق في حياة الإنسان. المحقق القمي رحمة الله تعالى عليه كان صديق ويا بحر العلوم، وكان كلاهما يتتلمذان عند الوحيد البهبهاني. المحقق القمي كاتبين في أحواله أنه كان ضعيف الذاكرة، هو كاتب عبارات حول ذاكرته أنا ما أنقلها، جدا ضعيف الذاكرة كان المحقق القمي. بحر العلوم كان أضعف منه فهما، ولذلك بعد انتهاء بحث الوحيد البهبهاني بحر العلوم كان يروح عند المحقق القمي ويقول له قرر لي ما قاله الوحيد البهبهاني. المحقق القمي كان يقرر له ذلك. بعدين افترقا، واحد اجى الى ايران، واحد بقي في العراق، يعني افترقا مكانه. بعد فترة المحقق القمي سمع شيئا عجيبا عن صديقه القديم، انه بلغ من العلم مقاما عظيما، فتعجب، أنا كنت صديقة. بعد فترة المحقق القمي جاء إلى العراق والتقى ببحر العلوم، السيد مهدي بحر العلوم، فطرح عليه مسألة
فخاض فيها بحر العلوم خوضا أبهر المحقق القمي، وقال له: أنت بحر العلوم حقا، اسم على مسمى، ولكن كيف بلغت هذا المقام؟ شلون بلغت هذه الدرجة؟ أكو قضية بين قوسين اللي الإمام قرأ في أذن الطالب بسم الله الرحمن الرحيم. ففي اليوم الثاني إجا في بحث الشيخ الأنصاري الإمام أمير المؤمنين على ما أظن صلوات الله عليه، وأخذ يجادل الشيخ. قبل كان كل شيء ما يفتهم وكذا، بعدين الشيخ بعد البحث قال له: اللي قرأ في إذانك بسم الله الرحمن الرحيم قرأ في إذاني إلى ولا الضالين، يعني على كيفك. الشيخ الأنصاري فالطالب من شوشتر أو دسفو، شوف هذه البركة اللي الله جعلها في حياته. وله أيضا قضية مع الإمام الحجة الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه، في قضية الآن ما أريد أنقلها، قضية عندما كانوا يدخلون في حرم الإمام ورأي ذلك الذي عنده علم الجفر أو علم الرمل، فقال ذاك الرجل في قضية: إنك رأيت الإمام المهدي مرتين. قال للشيخ الأنصاري، هذه القضية ينقلها الشيخ محمد حسن الآشتياني تلميذ الشيخ أحد كبار العلماء، الشيخ محاول أنه يلفلف القضية وبسرعة راح حتى هذا الفوال لا يتكلم، أو هذا الرمال أو الذي عنده علم الجهل. قال: كيف بلغت إلى هذا المقام؟ فلم يشأ بحر العلوم أن يقول شيئا، فألح عليه المحقق القمي. المحقق القمي مدفون في شيخان هنا، إذا رحت في ليالي الجمعة إلى الحضرة روحوا على قبره واقرأوا له الفاتحة، له وزكريا ابن آدم المأمون على الدين والدنيا، شيخان مقبرة شيخان، واحد يتمكن أيضا البركات يأخذها من العلماء. فقال بحر العلوم بعد إلحاح المحقق القمي: كيف لا يكون كذلك وقد ضمني الإمام المهدي إلى صدره؟ هذه الأشياء توجب البركة وتوجب التوفيق، التوفيق في لسان الإنسان، التوفيق في كتابة الإنسان، التوفيق في علم الإنسان، التوفيق في دنيا الإنسان، التوفيق في ذرية الإنسان. بعض الأفراد في ذريتهم ما عندهم توفيق، أفراد في ذريتهم توفيق ما عندهم، وأفراد في ذريتهم عندهم توفيق. دوروا قاعدة تجدون عامل غيبي في ذلك. وتوجب التوفيق أيضا في آخرة الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدى.
يني.